وليس أي بلد يعلن عن وجود داء الكوليرا في بلادي، وبلدان عديدة تكون عندها حالات ولا تتجرأ على إعلان ذلك. إذن من باب الشفافية ومن باب الشجاعة السياسية يجب أن يحسب للسلطات الجزائرية في الإعلان عن هذا الداء. هذا الجانب الإيجابي للمسألة. المسألة الثانية هو أننا لا معناها ليس من السهل الإعلان عن داء الكوليرا، معنى اتخذت كل الإجراءات الضرورية في البداية، معنى مش مستهل إعلان عن داء الكوليرا دون أن نتأكد من حالات الكوليرا. واسمحوني نذكر ما قاله الأخ طرفاني، رغم ما جرى اليقظة ضرورية منها. اليقظة كيفما كان اليقظة لا فيجيلونس اي دو ريغور، ضروري نكون يقظين. لماذا؟ أولا الحمد لله كما قلنا عدة مرات نوعية الماء تاع الشبكة نوعية جيدة والحمد لله. هذا النقطة الأساسية الأولى. النقطة الأساسية الثانية، عندما نكون 88 حالة، معناها مقارنة من حالة لا يعتبر عدد كبير، لأن مجرد الانسمامات الغذائية البسيطة تصيب 500 مئات الحالات. والآن رغم أنه داء الكوليرا إلى حد الآن لم تسجل إلا 88 حالة وغير مؤكدة، في بعض منها مؤكدة وغيرها متأكد من ذلك. إذن يعتبر نقطة إيجابية تخلي نحن نتفائل خيرا في هذا الداء. أما النقطتان السلبيتان الأخريتان الأخرى، إذا ما يلزمش نتهاون. أولا من باب نظافة المحيط، نظافة المحيط يلزم ناعي أننا مع الأسف الشديد في جزائرنا هذه الحبيبة مازال ما نحترموش قواعد نظافة المحيط بصفة عامة. ونظافة المحيط هي صح في مسؤولية الحكومة ومسؤولية الوزارات، ولكن أيضا في مسؤولية المواطن. إذا كيفاش هل من المعقول يكون ماء شاروب عنده نوعية، وعندما نحلو عندما في العائلة يكون ماهوش نوعية جيدة، ماكوش نوعية جيدة؟ إذا باختصار يجب اليقظة حتى وإن أردنا أن نتفائل خيرا. وإن شاء الله كما قال الأخ حرات، إن شاء الله عدد الحالات تنخفض، ولكن شرط أن تتخذ التدابير الوقائية الأساسية الضرورية البسيطة اللي نطلب من رجال الصحافة ونساء الصحافة يوزعوها على الجميع. إن شاء الله غدا مثلا في كل الجرائد نجد مكتوبة التدابير الوقائية الأساسية البسيطة التي تسمح بتخفيض داء الكوليرا. أخيرا نطلب من الذين عندهم مرضى يبادروا يبدأوا بالتمييه، ومن فضلكم بالنسبة لعندهم مرضى في المستشفيات يتفادوا زيارة المرضى وما يضغطوش على أطباء وممرضين ومستخدمين، معناه يدخل بالسيف. لا، لذلك نحن نطلب من المواطنين أن يعاونوا السلطات بصفة عامة ووزارة الصحة خاصة باش نقصوا من هذا الداء. وشكرا جزيلا.